السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق الجراوي الالكتروني. هنتفرج على جراوي حلوه، مستويات كويسه، اسعار لا تصدق. بس اهم حاجه واول حاجه هنصلي على النبي ويقول عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بينا نخش السوق ونتفرج ونشوف ايه اللي معانا. طبعا في البدايه دي جراوي بيتبول. جراوي بيتبول مستوى كويس، دم حامي، اب محترم، الام اكيد مستواها كويس. ده شغل اخونا رؤوف حواس. رؤوف هو من المحله وعنده الدكر بتاعه بيفرخه دايما على نوتي كويسه، فبينتج له كلاب حلوه. الدكر دمه حامي وذكاؤه عالي جدا، وده شيء يورث طبعا. فالكلب كويس وبيرمي حاجات تشرف، سواء بقى في التقليب، سواء في الحراسة، سواء في رمي. المرة دي تحف فنية كده، رسومات حلوة على ظهر الجراوي. هنشوف مع بعض يعني بعض من الطفرة في الموضوع ده. لكن للأمانة الجراوي لسه سنها صغير شوية، مش هتبان دلوقتي. يعني هي اللي هيثبت لك ان الجراوي دي تقيلة أب وأم. بس روح بص بعينك، ما تدفعش مليم قبل ما تتأكد ان اللي انت هتاخده ده كويس. لكن ده حاجة انا ضامنها شخصية. فبص كده الرسمة اللي على ظهر الجرو ده، شبه وش الصورة اللي انا حاططها دي. يعني عارف انت الرسمة تتخيلها كده. وفي جرو تاني برضو على ظهره رسمة تانية شكلها هي جت معايا كده برضو، اللي هو انا ببص للجرو هو ايه الشكل ده. يعني هو ده الشكل اللي مرسوم على ظهر الجرو، ارنب بيبص وراه. فالجرو كويسه زي ما قلت لك، مستوى كويس، صحه ما شاء الله. رؤوف عنده حته مهمه قوي، تاسيس الجرو شراسه من هو صغير. يمسك الجرو ويفضل ينكشه ويزرزره ويخلي الجرو شرس بني ادمين. دمه شغال، يعني الجرو لسه طفل، لسه بيبي، وبيحمي دمه، بيخليه عصبي، بيخليك بيعصب الجرو عشان الجرو لما يكبر ما يطلعش خيبان، ما يطلعش حابب القعدة، مش ممل. لا، كلب يبقى لما بيكبر بيبقى دمه حامي، بيعرف يتعامل، مطلوب. ده مطلوب، احنا كغواي كلاب بنحب الكلب الجدع. احنا بنقولها كده، بنحب الكلب الراجل، بنحب الكلب الجدع، الكلب اللي ما بيهبش، بيهوهو، شرس، بيعض وقت اللزوم، وقت الخطر. لما غاوي تاني يجي يجرب الكلب، لا يعرف ان الكلب ده جامد. في الاخر، في الاول وفي الاخر هي بترجع لك انت. مع الدكر الماستيف ده عرضه للجواز بس مش للبيع. طبعا اكيد لو جاله عرض كويس فيه البيع مش هيقول لا، لكن الدكر للامانه يتفرخ. فرنش ماستيف مستوى عالي قوي، فيستاهل. فانت لو معاك نتايه ماستيف كويسه، سواء اولد ماستيف او انجليش ماستيف او فرنش ماستيف، شغال كورسو، شغال بوكسر، ممكن هترمي معاك حاجات يعني ايه نص نص. بيتبول اكس لارج متاح، يعني الدكر شغال على اي حاجه. والجراوي بتاعته لما هتتباع، هتتباع على تقلبها وعلى مستواها، بمعنى هيتقال اه الاب كذا والام كذا، تمام. برضو بالنسبة للجراوي بتاعته روح بص عليها، قلت لك جراوي كويسة جدا وبضمان العبد لله. يعني الناس اللي عايزة تربي مالينو بسعر غير الأسعار اللي احنا بنسمعها، اللي هي بوم وطخ و15 و12 و10، ده جرو مالينو عامل 5000 جنيه وفي واجب كمان. مكانه المرج القاهرة. الجرو مستواه كويس، في تقليب بيقول، يعني جرو محترم وفي تقليب، وما اظنش ان سعره وحش. يعني بيقول لك 5000 والراجل مشكورا قال لي اللي هيجي من طرفك حامل معاه واجب. فده غاوي بقى، ده ولا تاجر ولا بيفرخ عشان يبيع ويكسب ولا الكلام ده خالص. ده واحد غاوي معاه جرو وبيطلعه. روح بص على الجرو، حقك تشوف اهالي، ما فيهاش كلام. حقك تشوف الجرو وهو عيل، حقك كل حاجة. يعني انت عارف، انت رايح برضه تدفع فلوس، فأكيد الراجل
مش هينقصك في حقك شيء. عايز تشوف اهلي شوفها على الطبيعة، اتفرج شوف الجار وهو بيرضع من النتاية اللي هي دي الام، شوف فيديو للدكر اللي اتجوز النتاية اللي انت شايفها هي دي الام. يعني انا شايف 5000 جنيه في جاره زي ده، وفي واجب لسه كمان هيتعمل، يعني خالصة كلام خالص، مفيش اي كلام يتقال. يعني دي جراية 3 كولر بولي اكس لارج 3 كولر، الراجل بيطلعها ب 3000 جنيه، متاح البدل بدكر نفس المستوى. طبعا التري كولر ليه ناسه، يعني عارف انت هو لون ادمان، ما تعرفش ازاي التري كولر بالذات اللي على بلو اللي هو ده حلو حلو ومطلوب وبيشد العين، عارف انت. واللي مش غاوي كلاب قوي يعني يختلف عليه الامر، هو ده روت ولا بيتبول ولا بولي ولا عارف انت، داخل 600 سكة بس هو طالع حاجة بتريح العين، ما تعرفش ازاي يعني. المهم الراجل طالب فيه 3000، الجرواية دي ب 3000، عندها بالظبط دلوقتي حوالي 78 79 يوم بالكتير. زي ما قلت لك السعر قابل للتفاوض، لو انت معاك دكر مستواه حلو عايز تبدل مفيش مشكلة، الراجل مش ممانع. ما قاليش مكانه فين بالظبط، بس هي النتايج كويسة. ليه تري كولر؟ ليه تري كولر بالذات هو في البوليهات والحاجات دي ماسك سعر وماسك، يعني تحس برضو ان غاوي البولي او غاوي البيتبول مش سكة، الالوان هي مهمة بالنسبة له بس مش اللي هي الاهم، هو اهم حاجة عنده عظم الكلب، حجم جمجمة الكلب، طول الكلب من على الارض، ارتفاعه من على الارض، خشب الكلب، خشب الكلب دي اللي خلينا نقول يعني ايه تشريح جسمه، عظمه عامل ازاي، طوله من على الارض، المقاسات بتاعته، ده اللي بيفرق مع الـ الناس هواة البولي او البيتبول مثلا. طيب ليه النتايه دي واوكي؟ لانها بصراحه بتفكرني بالكلبه بتاعتي سيا، شبه سيا قوي اللي هي عارف انت بالظبط. فالنتايه حلوه وجميله ما شاء الله، الله اكبر. لو انت عايزها تواصل مع الراجل، لو انت عايز تبدل برضو عندك الرقم. ومن الغربيه مركز باسيون جاي لنا النتايه القمر دي، عندها 5 شهور، حلوه حلوه ما فيهاش كلام، كلبه ستريت الوان تقليب مظبوطه. ده اخوها معروض برضو للبيع، يعني اخوها تقريبا خلفه بعديها، يعني الخلفه اللي وراها، بس النتايه ماسكه سكه حلوه قوي اللي هي بلاك كوت شرابات، 5 شهور، عمر كويس على الحجم ده، فيها ديل كويس، لون مظبوط، هي عايزه جرعه ديدان وعايزه تاكل، ده باين قوي. الكلبين حلوين، معرفش يعني هما تقريبا نفس البطن على فكرة، لأن في الفيديو ده نفس الحجم، يمكن هو كان بعت لي الدكر وهو سنه أصغر، يعني مصوره من فترة، بس هما هنا هم نفس البطن نفس الكلام. بس طبعا القص الدكر والنتاية حلوين، يعني احنا هنقول في الحتة مثلا، هنقول في بنوتة 2.5، هنقول في الولد 3. الأسعار دي قابلة للتفاوض، الأسعار دي مش آخر العالم، مش بقول السعر خلاص يبقى اتختم على الكلب ان هو ده السعر، بقول اسعار. يعني في ناس بتنتقدني شويه في التسعير، لكن ما تقلقش انا عارف انا بعمل ايه، يعني بحط سعر انت هتفاصل فيه وهتاخده بالسعر اللي انت عايزه وهو هيبقى مرضي. يعني هو الراجل طالما قال لي حط انت السعر، فانا ولا ببخسه حاجته ولا برفعها في العلالي، بوسطنها عشان اللي يجي يفاصل يوصل برضه لسعر سعر كويس، سعر مقبول، لا ده يتظلم ولا ده يتظلم، بس حتى اللي هياخده بنفس السعر مش هيبقى مظلوم، لان انت في محل هتسمع اكتر من كده، وفي اماكن مزارع هتسمع اكتر من كده. فده الراجل غاوي وبيطلع حاجته اللي هو ايه زي ما بنقول كده بالحب يعني. طيب طبعا الجراوي حلوين، وعايز اقول لك بص يشبعوا العين، اللي هو تتفرج عليهم تتبسط، خصوصا الدكر طلع قمر اللي هو بص، وفي دم برضو، دي النتايج اللي قبل كده كانت دكر اللي هو اللي لسه
اللي فات ده كان الدكتور. في برضو مفاجأة حلوة، نفس الراجل الطيب المحترم ده مدينا جاروين وبيتكلم في الاتنين بستة ونص، الاتنين على بعض جاروين ماستيف، الاتنين بستة ونص، وبيقول لك ده سعر نهائي. طيب روح بص على الجراوي، والحتة الرويال دي اخو الجاروين الجيرمان ده بتلاتة ونص. الدكر الرويال ده اللي معاه اللي مع في الفيديو دلوقتي ده بتلاتة ونص. طيب روح بص، مش هتخسر حاجة، الأسعار كويسة، الحاجة حلوة، تستاهل إن أنت تروح تدفع فيها فلوس. فبص على الحقيقة، شوف أهالي لو متاح، شوف الجروة هيعجبك ولا لأ، بس دي كلاب كويسة من وجهة نظري في الفيديو اللي أنا شايفه، دي كلاب كويسة تستاهل يدفع فيها فلوس. فلو تمام الرقم عندك، والمكان حتة اسمها بسيون في الغربية. ومن الجيزة جاي لنا الدكر الوحش ده، ربنا كرمه واتجوز الأمورة البلو دي وخلفولنا شوية جراوي عسل بقى. يعني بص كام حتة كده شقاوة، طبعا هو التصوير مش أحسن حاجة، محتاجين يتصوروا بشكل مختلف، بإضاءة مختلفة، بتفاصيل مختلفة عشان يتباعوا. لكن احنا مش طبعا مش هنطلب من الناس ان هم ياخدوا كورس تصوير قبل ما يبعتوا لنا فيديو للكلاب بتاعتهم، يعني الموضوع ابسط من كده بكتير، وكلنا ناس غاوية، واللي غاوي زي ما بيقول في مثل كده بيقول لك الغاوي ينقط بطاقيته. والله لو عايز جراوي روح بص بنفسك، عينك على الحقيقة هتختلف تماما عن الفيديوهات والصور وفي ناس يعني مع احترامي للجميع، في ناس حرفيا بدون مبالغة بيشتروا جراوي رخيصة، اللي هو ينزل ياخد الخلفة الحتة ب 700 جنيه وب 1000 جنيه، يصورها صح، يظبط لها الكلام، ينسبها لأهالي مش أهاليها، ويطلب فيهم 3.5 و4 و5 و و و وانت حضرتك بتروح تشتري عشان انت شفت صورة عجبتك، وشفت كلب متسشور، وشفت جرو مثلا لو جلد زي كده التكشيرة بتاعته جامدة، وهو أصلا زائق له جلده من ورا كده عشان التكشيرة تبان. فشوية حاجات كده، انت شفت اهالي خلاص، شفت اهالي وشفت الاهالي على الحقيقة وتمام، اعتمد الجرو بقى اللون اللي يعجبك، التكشيرة اللي تعجبك على الحقيقة بقى، على الحقيقة الكلام غير ما انت تاخد الجرو وهو دبدوب، وهو عند في الصور في المزرعة او في الصور عند تاجر ما. فخلي بالك قوي في الحتة دي، خلي بالك قوي في الحتة دي. طبعا في نهاية الفيديو هطلب منك بعد إذنك إن أنت تصلي على النبي المرة التانية وقول عليه أفضل الصلاة والسلام عشان كلنا ناخد الثواب. هطلب منك شوية تفاصيل كده تخلي بالك منها وأنت بتشتري جرو. رقم واحد صحة الجرو، رقم واحد صحة الجرو، أمسك الجرو أشوفه أشم، لو الجرو أو المكان اللي فيه الجرو عاملين تويلت، ريحة التويلت أوفر مش قادر تطيقها، في درجة كده من الريحة اللي هو حرفيا انت مش حطيقها، ما تشتريهوش. لو الجرو عنده اسهال ما تشتريهوش. لو الجرو طبعا عنده اسهال، دي بيبقى سوري يعني من المخرج بتاع البراز بيبقى باين عنده اسهال، او على وركه من ورا هتلاقي البواقي، يعني ايا كان ما تشتريهوش. الجرو اللي مش هتشوف اهاليه، شاكك ان هو هيطلع كويس ولا لأ، بلاش منه يا سيدي، في غيره كتير، النوتي عمالين يخلفوا، ما تزعلش نفسك هتلاقي اللي انت عايزه، ما تستعجلش. الجار تاخده بالسعر هتفاصل، لا جدال، انت هتفاصل وما تاخدش حاجه بسعرها، مش هقول لك خمسه تروح مطلع 5000 جنيه ومديهم لي، فاصل يا حبيبي فاصل، لان غيرك هيجي وهياخد اخوه وهيفاصل وهياخده بسعر تاني. نقي الجرو اللي يعجبك، نقي شخصية الجرو اللي تيجي على دماغك انت كغاوي، والله انت عايز جرو يبقى ونيس لطيف لذيذ من غير شراسة ولا بتاع وحنين وقاعد وبتاع، دي بتاعتك. عايز جرو حرك وبيقطع في اخواته عض ومقطع في الاهالي بتاعته وعمال يهوهو ويعض ويزوم، بتاعتك. اسس الجرو بتاعك صح، مش بمجرد ما تشتري الجار وتلف بيه على مخاليق ربنا، انا اشتريت جار وانا اشتريت، تروح مفقوع العين الكلب يجي له بارف ويموت وانت تزعل، بلاش. مش اول ما تاخد الجار تروح جايب لفلان وبعت صورته لعلان، وايه رايك في الجار ده، هو حلو ولا وحش،
حلو ولا وحش، انت عينك كانت شايفاه حلو او شافته حلو، فهو خليه في عينك انت، اهم حاجة عينك انت يكون حلو. انا مثلا واحد بحب زرعة الريحان، بحب الريحان، الناس كلها بتشوف ان هو ما فيهوش وردة وما فيهوش شكل حلو، انا بحبه يا سيدي. في غيري بيحب زهرة البنفسج مثلا، هي أذواق، دي بتاعتك، اللي يعجبك ذوقك انت، زي الاكل بالظبط، اللي يعجبك وتستطعمه ويجي معاك هو ده رزقك، هو ده بتاعك. هيطلع ايه بقى؟ مش هيطلع ايه، مش انت شفت اهالي خلاص واطمنت دي الاهالي ودول انت مرتضي ان التقليب بتاعه يطلع يا ده يا ده، او ميكس ده على ده، سواء مثلا هنا ناقصه حاجة هنا زايده حاجة في التقليب، انت ارتضيت ده، ارتضيت سعر، خلاص طالما انت رضيت اشتريت، ما تراجعش ورا نفسك، ما تخليش حد يراجع وراك. علشان والله صدقني انا بشوف ناس كتير بتجيلي تكلمني في النقطة دي، الجرو ده حلو ولا وحش؟ اقول له يا حبيبي انت طالما شفته حلو يبقى هو حلو. طب انا جايبه بقد كده اضحك عليه ولا كويس؟ حتى لو هو مضحوك عليه، حتى لو هو واخده لقطة، ما انت اشتريت خلاص معايا، انت اشتريت وانا نصحتك بقولت لك فاصل، وانت بتشتري فاصل، لان هو انت مش بتشتري من غاوي، ومش بتشتري من حاجه مثلا مش بورصه، هي مش حاجه ليها سعر النهارده قد كده فهو ده اللي هتشتريه، دي غيه، واحنا كلنا بمشينا زي ما بنقول بالحب والدنيا زي الفل. اسف للاطاله لو طولت، بس انا بحب اتكلم معاكم عشان انتوا اخواتي كبار وصغيرين على دماغي من فوق، وصباحك فل وسلام عليكم.